بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبلش بأول درس اللي هو lines and circles. بعد ما خلصنا شرح الدرس راح نبلش بحل الأسئلة. وأول سؤال بالexercises حنبلش، لأنه في عنا exercises وفي عنا problems. أول سؤال راح يكون بيقلنا C is a circle of center or radius 4 centimeter. فنحن راح نبلش، يعني قبل ما بلش أقرأ، أنا صح قال لي هون بأول سؤال draw the figure، بس لأنه أنا عم بمشي خطوة بخطوة، فيكن أنتو شو تعملوا؟ حشيل البكار من إيدي. شو تعملوا أنتو؟ بقلم رصاص أو بقلم أزرق ترسموا مثل scratch، ترسموا على خرطوش. قال C is a circle of center or radius 4 centimeter، يعني كأنه ما نفتح الراديوس، ما نفتح البكار 4 سنتي. هاي رسمتها بإيدي، هاي السنتر، حدد السنتر، قال سنتر او، قال الراديوس 4، يعني انا بدي افتح هيدا الراديوس 4 سنتي. قال لي A is a point on this circle. الاي على السيركل، ها هاي حطيت A على السيركل مطرح ما بدكم تحطوه. قال لي الاي از سيمتريك اوف او وذ ريسبكت تو اي. انتبهوا شو قال، انتبهوا، هاي مهمه. قال اي سيمتريك اوف او with respect، هيدي اختصار with respect to A. كم point عندي بهالجملة؟ I و O و A. شو معناتها هاي؟ الأسهل علي لحتى واحد مثلا بيطول لا يستوعب، دايما الحرف اللي ورا with respect to بيكون هو الميد بوينت لهون نقطتين، يعني معناتها هون ال A هي ميد بوينت، هذا رمز ميد بوينت لل I O، هيك معناتها ال A بالنص بين ال I وال O. طيب هيدي I وال O مش رسمينها، هو عم بيقول لي، عم بيقول لي ال I هي بلش فيها I سيمتريك، يعني ال I بقت الرسم. أنا شو في عندي؟ ثلاث نقط على الخط، عندي ثلاث نقط، مين اللي بالنص؟ ال A بالنص، فمفروض هون تكون ال I وهون تكون ال O. فأنا هون على الرسم شو عندي؟ عندي O A، هاي O A، ها هي رسمناها. مين اللي قال لي بالنص؟ قال لي الـ A بالنص، معناتها الـ I بدها تكون نفس المسافة، الـ A هي ميد بوينت، معناتها هاي قدها، ونحن بنعرف الـ radius 4 سنتيمتر، فهاي بدي ارسمها قدها 4. هلا شو قال؟ draw the figure، رسمنا الفجر. قال لي بالـ B construct the tangents، انتبهوا شو قال؟ قال tangents issued from I، يعني نرسم tangents طالعين من الـ I to the circle C. نحن بنعرف شو يعني تانجنت، تانجنت يعني بيقطع السيركل بنقطة واحدة. فأنا شو بعمل؟ هاي المسطرة من الآي بدي أرسم تانجنت على السيركل بيقطعها بنقطة واحدة، هاي قطعها بنقطة واحدة، لحتى أعرف أنا أي نقطة. دايما 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 لما بتكون ترسموا تانجنت بترسموا الراديوس اللي له، والراديوس بيطلع من السنتر، والراديوس بده يكون دايما perpendicular، يعني أنا طالع من السنتر بده يكون perpendicular على التانجنت، يعني هيك. فليه برسمه أنا؟ لحتى أحدد النقطة، يمكن تكون نقطة هون هون، لأنه ما بتبين معي دقيقة. فبرسم الراديوس اللي هو perpendicular على التانجنت تطلع معي أول نقطة، هيدا أول تانجنت. تاني تانجنت بيطلع من هاي الميلة، تانجنت يعني بيقطع السيركل بنقطة واحدة، ها قطع السيركل. مش دغري بحط النقطة، بحدد برسم الراديوس. الراديوس كيف برسمه؟ طالع من الاو وبربنديكولر، عامل زاوية 90 مع هذا الخط اللي رسمته اللي هو التانجنت. هاي المسطرة هي الزاوية 90، ما تخلوها تلوق، بتكملوا بترجعوا بتعملوا هيك وبترسموها خط جالس. هاي 90، هاي النقطة التانية، هون رسمنا 2 تانجنتس. هيك بيكون خلص هيدا السؤال.